مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في العدد الجديد من برنامجكم أوفسايد. في هذه الحلقة سنقف عند واقع الرياضة الوطنية اللي كتمشي من الإخفاق للإخفاق رغم الإمكانيات المادية الهائلة المرصودة للرياضة الوطنية. لمناقشة هذا الموضوع واللي يعني نعرفوا الأسباب ديال هذا يعني التراجع المهول، معي في الاستوديو السي محمد مفيد، المسير السابق داخل جامعة كرة القدم وكذلك مسير سابق داخل جامعة كرة اليد وكرة التنس ولاعب دولي سابق في كرة اليد. سي مفيد، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا سي عبد الرحمن، وشكرا على الاستضافة. سي مفيد، أنت مسير كبير ويعني عشتي يعني داخل أروقة ثلاثة الجامعات الرياضية وماشي جامعة سهلين. بغي نبدأ معك هذا النقاش ونقف عند التصريح اللي أدلى به وزير الشباب والرياضة يعني منذ مدة، السي رشيد الطالبي العالمي تيقول بالحرف بانه يعني هاد ما خصناش يعني المغاربه يتسناو شي حاجه كثيره من الالعاب الاولمبيه القادمه يعني في طوكيو 2020. الوضعيه لان بديتي قلتي الوضعيه المزريه رغم اعتقد انه التشخيص اللي غير قابل للمناقشه هو اللي كان سيدنا الله ينصرو داروا في المناظرة في الرسالة اللي وجهها المناظرة ديال الصخيرات في 2008، حيث ذاك الوقت جاء تصريح رسمي كيقول الرياضة الوطنية في أزمة، وحللها تم جميع الجوانب، والرسالة الملكية حلته على جميع الجوانب، شرحات وملحات كما كيقول المثل الشعبي، وما اكتفتش يعني بتشخيص بل أعطت حتى الخريطة الطريق، وكنا كلنا طموح على اساس انه ديك الخريطه الطريق نتجندوا حولها. واعتقد كون تمت هذه العمليه في هذا الشكل هذا اللي كان نادي به هذه 3 سنين و 4 سنين ربما غادي نكونوا داك التصريح ديالك ما بقاش عنده الفائده باش يتقال، ولكن مع الاسف انه سمعنا طعنا درنا بعد المحاولات. ونعطي امثله، سيدنا هضر على الجانب القانوني 2008 24 و 25 اكتوبر 2009 خرج القانون 30/09 بلا ما دير مجهود، ما يمكنش ما تفكرش ان هذاك القانون دار في عجله اكيد، والدليل القاطع على انه الى حد الان مازال ما كيطبقش رغم ان بعض الجامعات استعملت بعض الأسلوب، بعض الخطرات كتمر من التهديد للتحفيز، وحنا كنلاحظوا بدون تعليق أنه هذاك القانون غير قابل للتطبيق لأن ما تخدتش جميع المقاييس اللي خصها تخد من الأول باش دير منه واحد القانون قابل للتطبيق لفترة معينة لفترة طويلة. ما يمكنش نديروا قانون على 10 سنين ولا 15 عام، هالأولانية. ثانيا فيما يخص التجهيزات، سيدنا هضر قال انه قليله التجهيزات ولا سيما في العالم القروي، التجهيزات ديال القرب، والعالم القروي ما عنده لا قرب لا بعد، دونك هنا كان من الضروري يدار ما يسمى بالبرنامج النموذجي ديال التجهيزات، نقولها بالفرنسويه ربما غتكون واضحه، ان شيما ديريكتور دي انستالاسيون في المغرب، اش في المغرب كله، لان صريح ديال سيدنا جا في 2008 دايرين واسمح لي هاني جايك وفي نوفمبر 2011 جا الدستور لاول مره كيهضر على الرياضه وكيقول حق مكتسب لجميع المواطنين اينما وجدوا مؤسسات الرياضه. وبالتالي ملي تكلم سيدنا على القضيه ديال ليزانفريكتور نادوا مجهودات، داروا مجهودات، مركبات القرب، المتدخلين كثروا، الجماعه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، بعض الخواص، الدوله، يعني بقيت كتشوف كينبتوا ولكن ما كينبتوش بكيفيه منتظمه.
الى درجه انه واحد القضيه واضحه. الدار البيضاء دابا العاصمه الاقتصاديه فيها اقطاب ديال الرياضات ديال كل شيء المسائل. الا جيت غير على كره القدم ملي كيوقف الكومبلكس تيقلبوا فين يلعبوا النهار اللي كيسميوه باللغه الكره بونور ما كنلقاو فين يلعبوا. وفي الكيفيه موازيه كتلقى واحد 80 ولا 90 مركبات القرب، شي تابع للشباب والرياضه، شي تابع للجامع المقاطعات، شي تابع للخواص، شي تابع، وما عرفناش شكون اللي كيشير داك الشيء. حسب ما فهمت انا الناس ديال الوزاره ضابطين الامور ديالهم، داك الشيء الاخر كتسمعوا انه كيتكراو انه كيتستغلوا كما كان الحال ما كيساهموش في تطور الرياضه. علاش يعني نورمالمون كون خدمنا في 2008 لدابا كون عندنا الرياضيين الابطال دابا. الا سمعت يا سي عبد الرحمن يعني كيفاش علاش؟ الا سمعت يا سي عبد الرحمن كان واحد الظاهره يعني الواجب على مواطن عادي يقولها، كنلاحظوا انه عندنا برامج عندنا مشاريع كنطلقوا مشاريع كبيره يعني الطموح كبير كنحددوا لها الملامح ديالها قصيره المدى متوسط المدى بعيد المدى زيان كنبقاو حتى كنغرقوا في الازمه عاد كنحاولوا نديروا التقييم ديالها. على سبيل المثال الرساله الملكيه جات في 2008 كان يعني 2010 ولا 2011 في يعني اكبر تقدير نديروا واحد الوقفه هذوك الفعاليات كاع اللي كانت في السخيره ذاك الوقت ونقولوا ودي فين احنا غاديين شنو درنا؟ لا بقينا دابا حتى وزنا الازمه. وملي كتوصل الازمه من طبيعه الحال كتلقى واحد العاده واحد الظاهره اللي ماشي صحيه. فانا كنقول انه المغرب متوفر على مؤهلات كبيره الجغرافيه المناخيه البشريه الفرص باش المغرب يبرز على الصعيد القاري وعلى الصعيد الدولي معطيه في الرياضه. ما عندناش موارد يعني اقتصاديه مهمه ولكن العنصر البشري عندنا والمغرب والمغربيه مؤهلين من عند سيدي ربي لممارسه الرياضه. وعلاش هادو هادشي اللي كاين علاش ما كيبرزوش؟ علاش ما كيبرزوش؟ لان يعني النموذج الرياضي اللي حنا خدامين فيه منذ تقريبا الاستعمار عهد الاستعمار والاستعمار مشى حنا مازال مستمرين فيه ما عمرنا ما راجعناش. باش نلخص مازال الى حد الان ما كنتوفروش على ما يسمى عالميا معترف به عالميا بسياسه رياضيه. ما عندناش عندنا حنا المغرب دابا بلد الرياضيين ولكن ماشي بلد رياضي. هادشي كلشي كيقولها ايوا المسؤولين يعني يبذلوا مجهود وعلى المحبين والممارسين واللي عندهم تجربه وما يسمون انفسهم بالخبراء ان احنا كلنا مغاربه تكون عندك مسؤوليه ولا ما تكونش عندك مسؤوليه القسم المشترك هو ان عندنا المواطنه ونجمعوا هاد الناس هادو كله ونقدروا نديروها بدون خبره خارجيه نحطوا الاسس ديال السياسه الرياضيه اللي غادي تطرق الجانب القانوني الجانب التجهيزات الجانب التكوين هذا عاوتاني شابيتر 11 في الحكمه في التمويل فيما يخص الاستشهار في واحد عدد ديال الامور ونديروها اسمو مولا اسمحوا لي نقولها بسميتو غادي نديروه لي ريسبونسابل كلهم يديروه كوم ليفر دو شوفي كوم ليني دو كوندويت ونوضو نخدمو ونديرو داك الشيء اللي يعني دابا انت داك الشيء تقول سي محمد اليوم يعني المغرب ما عندوش يعني نموذج رياضي ما عندوش سياسه عندنا يعني ولكن كل مره كنسمعوا يعني الوزاره اللي كيجيو تيقول لك كاين نموذج كاين لا ما كاين اسمح لي هذا النموذج ماشي شي حاجه اللي كتجي غير باللفظ كتجي شي حاجه بسميتو او نموذج ولا اللي كنوجه النداء للمسؤولين باش يديروه ماشي لجنه مصغره وتخرج لي شي حاجه كما كانت دار من بعد 2008 هذاك الوزاره ديك الوقت جمعت واحد اللجنه ديال ما يسمى بالخبراء وخرجوا لنا قال لك استراتيجيات 2008 2020 احنا دابا على ابواب 2020 ما استراتيجيه لا سيدي هذه القضيه جميع المتدخلين بما فيها
المسؤولين المباشرين على القطاع بما فيها الشركاء بما فيها قطاع رجال الأعمال بما فيها الجماعات بما فيها كل شيء عمل ديال الاستشارة وديال المناظرات اللي قدر يستغرق عام عامين ونخرجوا بواحد الأرضية اللي غادي قابلة للتطبيق ونفعلوها ولا غادي تشوف أنه الرياضة ديالنا غادي يبرزوا يعني الإمكانية ديالها الحقيقية لأن الآن راه ما نقولوش كل شيء أسود لا الحمد لله الأمور غادية نسبيا ولكن كان ممكن تمشي بسرعة أحسن وتعطينا النتيجة أحسن دخلنا عليك الله سي عبد الرحمن إلا جينا غير على كرة القدم قبل كأس إفريقيا ديال 2019 اللي سميتو كنا كنقولوا واش ندوزو واش ندوزو الدور الأول ولا لا ولا يا أنا بالنسبة لي التجربة اللي خديت كأس إفريقيا تلقائيا خصنا نكونوا في المربع الذهبي بلا جميع حد كتجي بعد الشعارات مشات الكاس وصلات قبل ما تلعب وسائل الإعلام مع الأسف نقولها دارت المصاحبة كلنا مشينا كنا كنوجدو نحتفلوا بالكاس وشي كاس ما كاينش ايوا اش نقول لك غير الثلاثه ديالي كافيه لا سي محمد باش نبقاو دائما على يعني الواقع ديال الرياضه المغربيه واش يمكن لنا ان يكون عندنا يعني تكون عندنا رياضه في مستوى عالي كنسموها على رياضه النخبه في ظل تهميش يعني المسؤولين الرياضيين لأغلب مناطق ديال البلاد المغرب يعني الرياضة اليوم في المغرب كتلعب في لاكس قنيطرة كازا شويشي مرات شويشي يعني واش يمكن تكون عندنا شي رياضة بدون يعني الامبليكاسيون ديال توت واحد الامتداد للسؤال ديالك إلا درتي واحد الجرب الرياضيين اللي بارزين في جميع الرياضات من أي من حاضرين في اللي فيل ديال من العالم القروي الهامش وهذا هو اللي كنقول فيما يخص التجهيزات وكن كنا درنا داك الشيما ديريكتور دي زانفراستركتور غادي تمشي للاماكن اللي فيها المؤهلات البشريه تحط لهم التجهيزات وغادي يبرزوا على سبيل المثال واحد من احسن لاعبين نقولها على الصعيد الوطني ولاعب الرجاء انا ما عنديش انتماء في هذه القضيه هذه الحفيدي منين جا من بجعد من بجعد اكزاكتومون يعني غير فلت من الوضعيه المجرئه اللي كتعيشها المنطقه ديال بجعد ونعطيك العسكري جا من ميسور ونعطيك واحد العدد ديال ونجم من الرشيديه ونجم من الرشيديه وكان خدينا هاد الانديه الكبيره ديال كره القدم ونديروا لها شراكه مع الانديه الصغيره لان دابا حتى العالم القروي تطور عنده طموح بغى حتى هو يستافد من هاد الفوائد ديال الرياضه يعني الترفيه وداك الشيء كله راه ما بقاش داك العالم القروي ديال الستينات ولا شي حاجه وكان درنا دابا مراكز ودرنا الشراكه مع اكبر الانديه اللي عندنا اكبر انديه كنديرها ما بين قوسين لان مازال ما كبروش المستوى اللي خصهم يوصلوا ليه وداك الشيء كله راه ما تخرجش من بجعد واحد الحفيظ غادي تخرج ربما 10 ولا 15 غادي يربحوا الانديه الكبيره وغادي تساهم اخويا في التنميه ديال دوك المناطق اللي هي حتى في حاجه يعني الاعانه ديال المناطق اللي سيدي ربي يعني عطاها الامكانيات الشركات وداك الشيء كله القضيه يعني باش نرجع للسؤال ديالي ما يمكنش تكون تنميه رياضيه في البلاد بدون يعني اشراك يعني انا نعاود المناطق ديالنا نرجع للرساله الملكيه هذا هو يعني صلب الموضوع انه خصكم تشوفوا المناطق اللي فيها الامكانيات والمناطق اللي فيها الامكانيات ما اسمح لي نعطيك غير المثال ديالي انا واش انا خلقت في الرباط ولا الدربيه ولا فاس ولا مكناس انا راه خلقت في واحد القريه ما بين ميسور وبولمان سميتها نجيل وترعرعت في واحد المنطقه سميتها الريش في تافيلت ودرت الطفوله ديالي في واحد المنطقه ربما 80% ديال المغاربه ما كيعرفوهاش ولا كيسمعوا عليها غير واحد الموسم ديال الخطوبه ايميلشيل 4 سنين وانا مع الوالد الله يرحمه في ايميلشيل وبديت الدراسه ديالي على سن 10 سنوات
وي اكيد وفين درتها ما يسمى ذاك الوقت قصر السوق دابا الرشيديه ورجعت حتى رجعت لاعب دولي في كره اليد اللي ما عمري ما شفتها في ذوك المناطق ولعبت في الفريق الوطني ودرت الدراسات العليا اللي تكلمت عليها قبيله وشوف هاد الباركور دو كومباتون وكان كانوا تجهيزات جاو غير من الاستقلال لهنا ما نهضرش على الاستعمار الاستعمار كان كيعتبرنا حنا مغرب غير النافع وكان غير من الاستقلال غير كل سنه شي حاجه دير وكان غادي تلقى دابا يعني المغرب في الطليعه بحال الدول الاخرى اللي ما عندهاش الامكانيات الماديه ولكن عندها الامكانيات البشريه ومشات بعيد. وكيفاش دابا السي محمد كيفاش حنا يعني تشوف انت التصور ديالك باش نخرجوا من هاد الوضعيه وباش المغرب يولي واحد رائد من رواد الرياضه ليس فقط على الصعيد الافريقي ولكن كذلك على الصعيد العالمي سيما واننا ديجا جبنا ابطال كبار في واحد الوقت. نجعلوا حد لهاد المزايدات اللي كاينه ما بين المسيرين نجعلوا حد للسياسه الانفراديه لبعض المسيرين نقولوا لهم الله يهديكم انه المغرب محتاج جميع الطاقات ديالو باش ما يكونش اقصاء ديال شي واحد ولا شي حاجه ونرجعوا للمنطق المنطق ديالنا ما عندناش الان مؤهلات باش نديروا نتائج مستدامه ما عندناش عندنا مؤهلات نديروا واحد النتيجه كبيره ونمشيو حتى لواحد 10 سنين ولا شي حاجه غير ديال الويلات وباش يكون عندنا نتائج مستدامه يعني نبقاو في النيفو سوبيريور دي لا ريغولاريتي سكون ابل لا ريغولاريتي بالفرنساويه لا 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 ريغولاريتي ولا لو ديفلوبمون لينير ماشي بدا نديرو ها 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 لينير نبقاو فواحد النيفو خصنا ستابل يعني اللي متبع الميدان كلها خصنا السياسه الرياضيه السياسه الرياضيه اللي غادي تنتج على مشاورة واسعة النطاق ولكن انا نوقف كاسي محمد هنا انت كتهضر على السياسة الرياضية كيفاش يمكن تكون لنا السياسة الرياضية وكل سنة يعني في حيث كان في التصريحات الحكومية ديال جميع يعني الحكومات اللي تعاقبت على المغرب منذ الاستقلال دابا فيعني في التصريح الحكومي يالله كنلقاو إشارة بسيطة للرياضة كيفاش يمكن تكون عندك هذه السياسه هذه وانت تكون عندك اشاره قريب وفي اغلب الاحيان الميزانيه اللي كتخصص الدوله للرياضه يعني راك الله غالب راه ماشي رغم ان في هذه السنوات الاخيره وبفضل يعني توجيهات ساميه ديال صاحب الجلاله يعني جاوا الفلوس في الرياضه ولكن من قبل يعني في التصريحات الحكوميه كنشوف يالله سطر ولا سطرين في التصريح الحكومي دي مثلا ديال العثمانية ولا قبل منه كان سي بلكران قبل منه كان سي كان جطو كان بزاف ديال هذا يعني صريح سطرين الا سمحتي نقدر نلخص هذا الاهتمام ديالك بقولي ان قطاع الرياضة نظرا للحجم والشريحة ديال المغاربة اللي كيهتموا به اما في نطاق الممارسة إما الاهتمام دابا المغاربة فين ما مشيتي في قاع الجبال وفي قاع الكهول كيهتموا بالرياضة كيهتموا بالرياضة دونك يعني هادشي اللي هادشي كاين ولكن قطاع الرياضة قطاع الحكومي للرياضة إلى حد الآن مازال كيتسير يعني بطريقة تقليدية وكلشي كيقول لك وهادشي لغة مشتركة ما عنديش لي مويان راه كاين بعض الأمور اللي نديروها سون لي مويان انه تجمع الطاقات اللي كاينه وتجبد منهم يعني لا كانتيسونس ديالهم راه ممكن ولكن في السعود دابا كاينين لي مويان لا لي مويان دابا الا جيتي كاين واحد الظاهره عاوتاني دابا الوزاره كتقول لك لي مويان راه معطيه مباشره للجامعات ولا معطيه مباشره للجمعيات انا كدوز على حساب الكنوم هو اللي كيصرف لا دابا الميزانيه العامه هي اللي كتمشي للوزاره اللي كتزاد الوزاره فيما يخص الماليه اللي كتوزعها وهو ما يسمى بلا ام دي جي اس يعني صندوق التنميه الرياضيه وحتى هذه عندي واحد الملاحظه كيفاش سميتيها سي عبد الرحمن صندوق التنميه الرياضيه لو فون دو ديفلوبمون دو سبور شنو هو الواقع ديالو
هذا واحد المبادرة كانت في جهة هذه شي 10 سنين ولا 15 عام ولا ماشي كمان اللي خلقت هذه كلام دي جيس باش الرياضة تستفد من هذاك الإشهار ديال الألعاب. راكم فهمتوني واخا واحد الفائد مهم ستة كانت بدات يمكن شي 3 مليار دابا راه يمكن وصلت شي 7 ولا 10 يعني رقم مهم كتعطى الوزارة كديروا لو فون دو ديفلوبمون دي سبور. كدير الوزارة كتجمع الجامعات وحسب البرامج ديال الجامعات اللي مقيوسة بالنتائج في كأس العالم أو لا في الجوز الأولمبيك ولا شي حاجة كتجيب كيديروا ما يسمى بعقدة الأهداف. الأهداف الجامعة فلانية دير قد قد والجامعة فلانية قد قد وداك الشيء كله. اش كيديروا الجامعات ملي كيدخلوا كيجمعوا الفرق ديالهم اللي كتشارك في دوك التظاهرات الدولية كترصد ليها هذاك الإمكانيات وكنلاحظوا أنه رغم هذاك الشيء كله ما كاين نتيجة. سي عبد الرحمن واخا أنت اللي كتسألني اليوم أنا نسألك فين لو ديفلوبمون دي سبور في هذا الشيء؟ سي با دو استراتيجي. كنقول أنا نبقاو في مسميات نحترموها الهدف النبيل اللي تحدد ليها في الأول نبيل إوا دابا نغيروه شي شوية. أش كنقترح؟ أعوذ بالله من قال أنا بعدا أنا ما عنديش الصفات يعني باش بدا نقترح ولا باش ولكن كنطلق الفكرة هذاك لو فوند ديفلوبمون ضعف الإيمان نخصوه لو فري ديفلوبمون سيتادير للمناطق النائية نشجعوا الشراكات ما بين اللي هضرنا عليه قبل ديال الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة ونعطيو واحد القسط مهم للتكوين لان دابا التكوين داكشي اللي كيتعطى راه ماشي كافي. بعباره اخرى دابا اللي برزت الفكره ديال الاستشهار حتى الاستشهار خصنا ننظموه لان دابا الا عندك نفوذ راه عندك الاستشاري مازال كيدخلوا السلطات باش يعطيو النادي فلاني ويعطيو ماشي النادي فلان وهذا خص داكشي يتقاد ولكن كاين بعدا الاستشهار وضع عنده العيط لشي واحد اللي بعدا كيستافد من الاستشهار بكيفية ما ندخلش في التفاصيل ما نعطيهش المال العام نعطيه اللي ما عندوش الوسيلة باش يستافد من الاستشهار. دونك هادو اقتراحات يعني من موسى واحد الخطاب عاوتاني كنسمعوه انه الجماعات في نطاق الجهة الموسعة الجهوية الموسعة الجهوية الموسعة كنقولوا الجماعات المحلية بما فيها الجماعات القروية غادي تكلف بالرياضة. شكرا سي محمد مفيد على يعني هاد المشاركة ديالك في البرنامج ديالنا اوف سايد وعلى هاد الكم الهائل من المعلومات اللي اعطيتيها للمشاهدين ديالنا. مشاهدينا الكرام نصل الى نهاية هذه الحلقة نضرب لكم موعدا جديدا ان شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.